سيد علي ناصر ضيفنا من باريس، هل تجد أنها بالفعل مباركة، مجرد مباركة أمريكية على الخطوات الأوروبية، أم دخول أمريكي واضح وتغير في السياسة الأمريكية بشكل واضح للأزمة اللبنانية وللنظر لهذه الأزمة؟ اسمحي لي صحح، أنا علي ناصر الدين. نعم سيد علي، مش علي ناصر. اسمحي لي، تحياتي إليك وللزميل في أهلا بيروت. بك سيد علي ناصر الدين. الولايات المتحدة إذا كانت جادة فعلا في فرض العقوبات أو طلب من الأوروبيين لفرض العقوبات، بإمكانها أن تزاول ضغطا على بعض الدول الأوروبية التي ترفض هذه العقوبات. المشكل أن حتى تكون العقوبات قوية وناجعة يجب أن تكون عقوبات أوروبية. حتى الآن ليس هنالك عقوبات أوروبية، ولا الأوروبيون ليسوا متفقين على أن تكون هذه العقوبات عقوبات شاملة. كل دولة هنا بإمكانها أن تقوم بفرض عقوبات على طريقتها. مثلا في فرنسا هنالك عقوبات تدرس لفرض عقوبات، ولكن هذه العقوبات لن تكن مجدية كما لو أن أوروبا قررت في أن تقوم بهذه العقوبات. إذن الموضوع هو موضوع أمريكي وضغط أمريكي على هذه البلدان، ونحن نعرف البلدان التي ترفض هذه العقوبات هي بلدان تخضع نوعا ما إلى الإرادة الأمريكية. بالطبع الولايات المتحدة تدعم فرنسا في كل ما يخص لبنان، ولكن هل سيكون هنالك فعلا هذه العقوبات، هل ستكون فعلا ناجعة في ردع المسؤولين أو أن تكون هذه العقوبات مجدية في الوقت الحاضر؟ حتى الآن لا ندري إن كانت هذه العقوبات ستكون عقوبات مجدية أو إن كانت ستنفذ، لأن هنالك الآن محاولة لتأليف أو لتشكيل الوزارة، وأنا أعتقد أن الوزارة لن تشكل قريبا، نظرا ليس فقط لأن الرئيس عون يريد حكومة أو يريد وزيرا هنا أو وزيرا هناك، ولكن الرئيس عون يريد أن يضمن مستقبل صهره جبران باسيل، ولذلك هو يريد وزارة الداخلية ووزارة العدلية. أعود وأؤكد، وأنا على حسب قناعتي أقول أن لو أراد حزب الله فعلا أن تؤلف الوزارة، رغم أن حزب الله قد سمى الرئيس ميقاتي لتشكيل الوزارة، لو أراد فعلا، إن كان عندما كان سعد الحريري يحاول تشكيل الحكومة، أو الآن إذا أراد حزب الله تشكيل هذه الحكومة، ولكن ستشكل هذه الحكومة مع تفعيل